أستاذ أحمد، أحسنت بضرب الأمثلة، وأضيف لها عنكم وأنت يعني متابع جيد لهذه القضايا الداخلية الأمريكية ومدى اشتباكها فيما يجري في الشرق الأوسط. الرئيس ترامب قال، المرشح الرئاسي ترامب قال بأن القنبلة تكلف مليون دولار في اليمن، فمن الذي يدفع هذه التكاليف؟ في المقابل هيلي قبل أقل من ساعة عندما أعلنت نيكي هيلي بأنها باقية في السباق الرئاسي في محطة ساوث كارولاينا حتى وما بعد ذلك، أشارت إلى خدمة زوجها العسكرية، وأشارت بأن هذا الذي يجري لو كان هناك ردع من إدارة بايدن لما وصلنا إلى الاستفزازات التي يقوم بها الحوثي والتي أصبحت تصاعدية. فهناك، نعم، هناك زخم من الحزبين يدفع باتجاه معاقبة من يقومون بهذه الأعمال المخلة والمزعزعة للأمن. لا انقسام في حقيقي في الموقف الأمريكي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي فيما يتعلق في دعم إسرائيل، من يقول غير ذلك فهو واهم، هي مجرد ناراتيف، سرديات إعلامية للتعبير عن وجهات نظر لدواعي انتخابية، حتى لا يقال بأن هناك استفزاز للمشاعر الفلسطينية أو العربية أو الإسلامية. لكن الدعم بالقضاء على حماس هذا أمر لا خلاف عليه بين الحزبين. الآن علاقة ما يجري، علاقة حماس بما يجري على الجبهة الشمالية مع حزب الله أو جنوبا الحوثي أو الساحة الشرقية السورية والعراقية كلها مترابطة، وبالتالي 95 مليار دولار لن تمر في مجلس النواب إلا إن تحايل الجانب الديمقراطي على بعض القوانين الناظمة لآلية التصويت في مجلس النواب الأمريكي، شيء يسمى البيتيشن بمعنى استدعاء لوضع هذا المشروع على التصويت. وهذا الأمر لا يستطيع أن يوقفه رئيس مجلس النواب، وهو ضد هذا الربط بالتمويل، لا يستطيع أن يوقفه، سيتم التصويت. الآن التصويت هنا إذا تواطأ عدد قليل حتى لو صوتين ثلاثة من الجمهوريين مع هذا الأمر، نعم ستمر المساعدات، ولكن السؤال ليس على الأموال، على 95 مليار دولار، السؤال أن ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية already هي تملك أصلاً الإمكانيات العسكرية والمالية الكفيلة بسحق جماعات الحوثي وجميع أذرع إيران في المنطقة إن أرادت ذلك، إن أرادت إدارة بايدن ذلك. ولكن القرار سياسي، واضح أن الرئيس بايدن لا يريد أن يصل إلى مواجهة مع طهران.